صاعد إخباري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية اندلعت أمس عدة حرائق غابية وزراعية بأماكن مختلفة بإقليم ولاية سكيكدا حسب مصالح الحماية المدنية التي تدخلت أرتالها المتنقلة لمكافحة الحرائق بدعم من الرتلين المتنقلين لولايتي قسنطينة وجالما بالإضافة للفرقة الجوية للحماية المدنية. ولاية سكيكدا سبع حرائق كانت هناك، يعني الحماية المدنية وكل الفاعلين من الغابات والجيش الوطني الشعبي في عملية الإخماد مشاركين بعتاد وعدة كبيرين. إذا العملية كل الحرائق تم إخمادها هذا الواد ما عدا هذا الحريق، وهو حريق حي بالقرود. إذا هذا الحريق لحد الآن ما زال هناك موقد واحد، وهو سبب هناك يعني مسالك صعبة جدا صعبة، وكذلك اتجاه الرياح مما صعب عملية الإخماد. إذا العملية راهي هناك كذلك تم الإسناد من طرف المديرية العامة بالسرب الجوي، وكذلك ثلاث ولايات من الرتل المتحرك لثلاث ولايات، وهي ولاية عنابة، ولاية قالما، وولاية قسنطينة. وللأسف يعني سجلنا هناك ضحيتين، وعلى أثر هذا التصريح نقدم لهم تعازي لأفراد هذه الضحيتين. ومن سكيكدا نتصل عبر الهاتف مع المقدم دروات الصادق مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدا. سيدي أهلا بك. سيد روات، هل تمت السيطرة على هذه الحرائق، وهل من تقييم أولي لحجم هذه أو لحجم الخسائر؟ شكرا سيدي. إذا عملية الإخماد منذ الصباح الباكر حتى في ليلا تواصلت عملية الإخماد. إذا هذه الصباح تم التوغل إلى الأماكن التي صعبت علينا بالأمس التوغل إليها، توغلنا لها لدف ويسير بلاصة لكم اللي كانوا صعب الوصول إليهم، تم إخمادهم نهائيا. ما زال هناك موقد واحد، العملية متحكم فيها، هو هذا الموقد محاصر من طرف أعوان الحماية المدنية وكل الفاعلين. إذا أما فيما يخص الموقد الخاص بالبعيد والخاص بطائرات السرب الجوي التي كان تقوم القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي بالإخماد نتاعو، راه متحكم فيه، تم تقليل من حجمه. إذا كل الحرائق على مستوى هذا الحي وهذا الجبل بالقرود، كل الحرائق محاصرة ومتحكم فيها سيتم في متريزي. إن شاء الله هذا منا، إن شاء الله اليوم العشية هذه إن شاء الله يكون الإخماد النهائي. شكرا لك سيد المقدم دروات الصادق مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدا على هذه التفاصيل وعموما معطيات أخرى حول هذه الحرائق، نوافيكم بها مشاهدينا في مواعيدنا الإخبارية المقبلة. في موضوع آخر، انطلقت اليوم أول رحلة للحجاج الميامين نحو البقاع المقدسة من مطار هواري بومدين الدولي، وكان في توديعهم كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، ووزير النقل عبد الله منجي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد في ظروف جيدة. الرحلة تضم 180 من أعضاء البعثة المرافقة و57 حجا. هذا وستكون هناك رحلات أخرى من عديد مطارات الوطن. الحمد لله، هذه نعمة من عند الله، ربي يوفقنا وإن شاء الله ربي يقدرنا ويسترنا ونوصل بخير على خير إن شاء الله. والله فرحة ما قداش فرحة، يعني الحمد لله اللي خرجنا في القرعة تاع البعثة الطبية، وقلنا نشكروا السلطات العليا اللي وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن، نخدموا الحجاج على أحسن ما يرام ونكونوا إن شاء الله أحسن تمثيل إن شاء الله. اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن خصنا بهذا الحج بزيارة بيته الحرام وقيام بمناسك الحج وإيتاء الركن الخامس من أركان الإسلام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه أخلاق الناسك رغم الصعوبات كما ذكرت، وسنستطيع إن شاء الله أن نرفع التحدي وأن ننجح وأن نوفر ما سميناه في برنامج عمل الحكومة ترقية الشعائر الدينية. الدولة الجزائرية، السلطات العليا في البلاد، قيادة هذه الأمة
كلها في خدمة الحجاج ونحن في خدمتكم. بارك الله فيكم ونسأل الله تعالى لكم التوفيق. حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. انتهز هذه الفرصة وهي أول لقاء لي مع حجاجنا إخواننا الحجاج وأبائنا المتوجهين إلى البقاع المقدسة من أجل أني نطمنهم باتخاذنا على مستوى قطاع النقل لكل الإجراءات منذ الانطلاق إلى غاية الوصول والعودة إن شاء الله. كل التوجيهات كنا قدمناها، كل التوصيات قدمناها ونبقى نتابع في الوضع. إذن حجاج ميامين قلكم مبروك عليكم، حجة مقبولة إن شاء الله. ونتجه بالخصوص إلى زملائي من قطاع الصحة وقطاع خدمة الحماية المدنية، لأننا نعمل مع بعض الصحة والحماية المدنية حفاظا على صحة وطننا. هذا واستكملت مديرية وشؤون الدينية والأوقاف بولاية جيجل عملية التوجيه والإرشاد التطبيقي لفائدة الحجاج وتدريبهم على كيفية أداء مناسك الحج، وهذا بالتنسيق مع مصالح الصحة والبنوك والجمارك. حجاج بيت الله الحرام ثمنوا بالمناسبة إجراءات تخفيف مصاريف الحج. المزيد في هذه التغطية لعبد الرحيم شمعون. من أجل إنجاح موسم الحج لهذه السنة، دورات تكوينية لفائدة حجاج بيت الله الحرام على مستوى ولاية جيجل كان التركيز فيها على الجانب الصحي والتنظيمي. الهدف تاعنا أن نمكن الحاج والحاجة من أداء مناسك الحج والعمرة على النحو الأكمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سنرافقهم إن شاء الله عز وجل، عاهدنا الله عز وجل يعني أولا، ثم عاهدنا الذين اختارونا إن شاء الله لهذه المهمة أن نلازم الحجاج. لا ننكر أننا سنحرص أن نكون كظلالهم، لو استطعنا أن نبرمج يعني دقات قلوبنا على دقات يعني قلوب الحجاج سنفعل. هي مبادرات لاقت استحسانا كبيرا وسط حجاجنا الميامين، والتي مكنتهم من معرفة كيفية أداء مناسك الحج على أكمل وجه. كانوا معنا في جميع المواقف من بدينا في الصحة، من ديرة الصحة، الإرشادات في المساجد، اليوم زدنا ما شاء الله زدنا تفتحنا أكثر فأكثر. الجانب الشؤون الدينية عطاتنا ما يمكن أن نستفيد فيه في الجانب الشرعي، ما في الجانب الصحي عطاونا ما ينبغي أن نستفيد منه في الجانب الصحي. هذه الدورات كانت بمثابة منابر لتعلم المناسك وللإجابة على استفساراتنا. فستبقى هذه الدروس التطبيقية والنظرية متواصلة، فحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. إلى فعاليات معرض الجزائر الدولي، فالصناعات العسكرية حاضرة بقوة بمشاركة 19 مؤسسة تمثل وحدات الإنتاج ذات الطابع الاقتصادي في قطاعات الصناعات الميكانيكية والنسيج وبناء السفن. المزيد في هذه الورقة لإنهام عشير. الصناعات العسكرية رقم مهم في الصناعة الوطنية، شهد في السنوات الأخيرة تطورا بارزا أهاله لنسج شراكات استراتيجية. هي اليوم حاضرة بقوة في هذه الطبعة لمعرض الجزائر الدولي. جناح الصناعات العسكرية أحد الأجنحة التي شهدت إقبالا واسعا من زوار المعرض. حنا بدينا بلا مينيسيون، درك يا لي جروب الكتروجين، يا بوكو دو شوز كي سون فو. سا ما في بليزير دو فوار. جناح تاع الجيش الشعبي الوطني، جميع المنتوجات، السيارات والمركبات، هي يعني مصنوعة بشكل جيد من حيث التقنية ومن حيث الجودة، ونتمنى يعني تكون في المستقبل أحسن وأحسن. الحاجة اللي لفتت انتباهي المرة هذه أنه الجناح تاع في المعرض أنه كاينين مؤسسات تاع الجيش ما كناش نعرفوها من قبل، عندها صناعات في قطاع الغيار، في حوايج بزاف. مخبر مراقبة المطابقة والنوعية التابع للمديرية المركزية للعتاد المشارك في هذا الجناح دليل واضح على الكفاءات التقنية وموثقية النتائج باعتراف هيئات دولية. نظرا لأهمية علم القياس في تحديد نوعية ومطابقة أي منتوج طبقا للمعايير العالمية، وفي إطار التعريف بإحدى هياكل تقييم النوعية
والمطابقة التابعة للمديرية المركزية للعتاد. المديرية المركزية للعتاد تحوز على مخبرين، مخبر تجارب للقيام بتحاليل مختلفة، ومخبر المعايرة معتمد حسب المعيار العالمي إيزو 17025. مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو التابعة لوزارة الدفاع الوطني حاضرة لعرض منتوجاتها التي أثبتت ريادتها في مواكبة أحدث التكنولوجيات. مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو توفر إمكانية إدماج مختلف الأنظمة الأمنية التالية: نظام مراقبة بواسطة الفيديو، نظام مراقبة الدخول، ونظام مراقبة منع التسلل. الصناعات الميكانيكية لا سيما المركبات بأنواعها إلى جانب صناعة السفن البحرية وإنتاج الأسلحة ومؤسسات أخرى استقطبت فضول المهتمين بالمجال، حيث قدمت لهم شروحات وافية حول مختلف أنواع المعروضات التي تعد فخر الصناعة الجزائرية. هذا وتشارك المؤسسة الناشئة في طبعة 53 لمعرضي الجزائر الدولي بحوالي 40 شركة ممثلة لعدة قطع. المزيد في روبورتاج كريمة باجي. نسيم صاحب مؤسسة مصغرة لصناعة المحولات الكهربائية، وهي واحدة من المؤسسات الجزائرية التي أثبتت وجودها في السوق المحلية بمنتوجاتها. بقى عندنا سنين مليحنا في الميدان في صناعة المعدات الميكانيكية والآلات الصناعية، وغير ما لونسينا البروجي هذا المشروع تاع صناعه لي ترانسفورماتور الكتريك لزيلات، هذو اول مؤسسه تصنعهم في الجزائر. حوالي 40 مؤسسه مصغره حاضره في مجالات متعدده تسعى اليوم لتوسيع نشاطها والانفتاح على الاسواق الخارجيه، وهو ما يوفره معرض الجزائر الدولي. آلات التعبئه من صناعه 100% جزائريه. احنا ماشي هذه المره الاولى اللي رانا في لاسافيكس، بصح هذه المره الاولى اللي عرضتنا وكرمتنا شي لاناد. شركه مختصه في صناعه انابيب التحاليل الطبيه سوفيد، مكنا من فتح الشركه تاعنا وبدينا الانتاج تاعنا من سنه 2017. لا ماشين هذه نبداو من لا فابريكاسيون ميكانيك تاعها، تما لا بياس تاعها حنا نخدموها في لاتولي، مام لا رومار الكتريك، مام لا بروغراماسيون تاعها، دونك من بعد نديروا المونتاج تاعها. احنا من المؤسسات القله القليله في الانتاج الات الرسكاله وغيرها، وبهذا الرواج قدرنا نوصلوا الى يعني السوق الخارجي. هذا المعرض يمنح المشاركين فيه فرصة لتقديم منتجاتهم الصناعية المختلفة والتعرف على المنتجات الأجنبية الحاضرة بالمعرض وتبادل الخبرات بينهم بهدف فتح آفاق نحو التصدير. عدل الآن أدان اليوم القطب الجزائري المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على ولاية سمسيلت. كما سلط ذات القطب الجزائري عقوبة تتراوح بين عام وعامين حبس نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق إطارات سابقة في مديرية الصناعة ومديري أملاك الدولة بولاية سمسيلت، ووجهت لهؤلاء تهم منح قطع أراضي فلاحية بولاية سمسيلت وتحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية، وكذا منح امتيازات غير مستحقة، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. دوليا وفي شأن الصحراوي، جدد العديد من ممثلي البلدان والمنظمات الدولية أمس خلال أشغال دورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار تأكيد دعمهم لاحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، منددين بأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها المحتل المغربي في الصحراء الغربية المحتلة. إلى إسبانيا التي تشهد استنكارا واسعا للتصرفات غير المسؤولة لوزير الخارجية الإسباني ألباريز بانتهاجه سياسة الهروب إلى الأمام وتذهب في الاتجاه المعاكس تماما للمقاربة الحكيمة والهادئة التي تعتمدها الجزائر كبلد محوري وعامل استقرار يعي مسؤوليته الجهوية. التقرير لوليد قدري.
بعيدا كل البعد عن الرصانة والحكمة الدبلوماسية، يقدم وزير الخارجية الإسباني أداء الهواة والمتسللين إلى ملاعب السياسة الخارجية، نازلا بصورة بلده إلى الحضيض. المسمى خوسي مانويل ألباريس، وفي خرجات تهريجية بائسة يزيد من تعقيد الأزمة بين الجزائر وإسبانيا، ويأخذ بها إلى اتجاه التصعيد بالتهجم على الجزائر، وهذه المرة من مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أين تلاعب بزميله في الحزب ووزير خارجية إسبانيا الأسبق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، الذي ساقه إلى سقطة دبلوماسية خطيرة بإصدار بيان عن المفوضية لا أساس له من الصحة ضد الجزائر، ليخرج في اليوم نفسه ألباريس للإعلام بتصريح لا يمت للدبلوماسية بصلة، تجرأ فيه على تقديم أوامر للجزائر بالحوار بلغة وقحة لا تليق بمنصب وزير خارجية. سرعان ما ردت الجزائر عن طريق تمثيليتها في بروكسل ببيان استنكر بشدة التدخل المتسرع وغير اللائق للمفوضية الأوروبية في هذه القضية. في ذلك الحين سارعت وسائل إعلام موالية للحكومة الإسبانية الحالية لتقول أن الجزائر تراجعت عن موقفها، ليقدم النكر وشبه الدبلوماسي ألباريس على سقطة دبلوماسية أخرى وجه فيها الاتهام إلى الرئيس الروسي بوتين بأنه وراء نشوب هذه الأزمة، وما كان ذلك إلا دراما مخزية لاستعطاف أمريكا والحلف الأطلسي لإنقاذ هذا الوزير الصغير الذي يتولى منصبا أكبر منه بكثير، أدى به إلى وضع حكومته في عزلة على مستوى البرلمان وأمام الرأي العام الإسباني. سياسة الهروب إلى الأمام لهذا الدبلوماسي الهاوي اصطدمت وستصطدم لا محالة بصخرة الثبات على الشرعية الدولية التي تتمسك بها الجزائر في تصفية الاستعمار كبلد محوري وعامل استقرار يعي مسؤولياته وعضو بارز في حركة عدم الانحياز. ردود الفعل الجزائرية منذ إعلان خيانة الإجماع التاريخي الإسباني حول القضية الصحراوية تبقى دائما رسالة واضحة إلى ألباريز وأمثاله داخل وخارج إسبانيا بأن الجزائر لا تتلون في مسارح الدبلوماسية وإن كان ذلك على حساب مصالحها، ومبادئها ثابتة وواضحة خصوصا عندما يتعلق الأمر بتصفية الاستعمار الذي ذاقت الجزائر ويلاته، وهي كذلك درس لشبه الدبلوماسي لتعلم الحكمة والهدوء في الدبلوماسية واستبدالها بخطابه المستوحى من الحرب الباردة. وفي المغرب أزمة اقتصادية خانقة تحصر المواطن المغربي، إذ تشهد معظم المواد الاستهلاكية نذرة وغلاء فاحشا مما عمق من معاناة الشعب المغربي. المزيد معنا بالعثمانية. مع الاسف الحكومه مشات في واحد الاتجاه ديال انها كتفضل المواد ذات ما يسمى بلي برودوي افالور اجوتي الفي، يعني المواد اللي عندها ثمن مرتفع للبيع، هي الفريز، هي لافوكا، هي هادشي كامل، وتخلت على الزراعات اللي كيحتاجوا المغاربه. ربما ومن الحياء تجنب الرجل الحديث عن الحشيش، وها هو خبير اقتصادي مغربي يصرح ان حكومه بلاده ارتأت ان تغرس فواكه الملوك بدل غرس احتياجات الشعب المغربي. خوت انتما الزيت حال وصله 140 درهم المغرب الله يرحمه، انتما الاخوان الزيت حال وصله، انا لله وانا اليه راجعون، المغاربه مشاو ما بقاش حتى حاجه. منذ اصبح المواطن المغربي اضعف رقم في معادله المخزن، ما زال هذا الاخير يختبئ وراء الازمه العالميه وتداعيات كورونا التي لم تؤثر في ثروة الملك ولا في ثروة رئيس حكومته، لكنها أثرت وبشدة في مواطن بسيط يسعى لكسب قوت يومه. هادشي راه بزاف والقلب راه عامر، اش نقول لك؟ راه تمشي راه يقول لك راه بزاف ما يتقال وسكات خيار الشيء المرضي، الله يجعل ربي. ما كاينش جهد اختي حتى شي لعبه، غنعيشو تنموت، والجهد لا جهد الله واللي دار الله اللي تكون والله ياخذ الحق. في الحقيقة هذا ثمن غير معقول. احنا متبعين شويه الاثمنه في عبر العالم اللي كنشوف عبر الفيسبوك ولا عبر التواصل الاجتماعي، تيبان بانه الثمن ديال المغرب مرتفع، ما عرفناش علاش، واش ضرائب، واش الموزعين هما اللي دايرين هذا المشكل، ما فهمناش، ما كاينش تواصل. كل مره كيتزاد، ما فين بغاو يوصلوا ما نعرف، ما فهمتش منين هذا الشيء، هذا واش من الحكومه ولا من شي عصابه اللي حاكمه هذا الشيء، هذا ما فهمناش حنا.
ارتفاع أسعار السلع واسعة الاستهلاك أصبح مسلسلا يوميا، ينتظر الشعب المغربي حلقته الأخيرة بشغف ويتمنى نهاية سعيدة كتلك التي ألفها الناس في قصص الملوك والأمراء، أو أن النهايات والبدايات السعيدة في المغرب تخصص ملكي محض، وما على الشعب سوى متابعة الأزمات الخارجية أو أن عليه الاختيار بين الجوع والتطبيع. نختم النشرة بشيء من الإبداع، احتضن رواق الفن محمد رسم بالعاصمة معرضا تشكيليا للفنان بشير بن شيخ حامل عنوان المناظر الخلابة لمنطقة القبائل. كريمة باتشي. وراء كل لوحة حكاية، تفنن فيها الفنان بشير بن شيخ مبرزا فيها جمال منطقة القبائل. نحب الطبيعة بزاف، كي نروح من البلاد هكذا كلها نشوف لا ناتور. الحق ما نقدرش نخدم نقعد بلا ما ندير لي طابلو تاعي تما ونرسم. مام البروفيسور تاعنا دائما يقولنا، ينصحنا دائما، قالنا يفو ترافاي دابري ناتور برا، ما كناش نقلو زمان. قرابة 40 لوحة تشكيلية حاولت فيها ريشة عم بشير تقديم مناظر الطبيعة الخلابة، معتمدا ألوانا تجذب الأنظار وتريح الأنفس. الوان قريبا نقول لك الوان تاع الطبيعة، ولا تاع الطبيعة وبين على كل حال ما بون لي توب لو بلون لو جون لو بلو تاع تاع الطبيعة. ولا انا عنا لي زوليفيي لاريير بلون لاخر الجبال لي ريفيير لاكدوم ما وسي لي بيرسوناج. هذا المعرض الفني هو خلاصة لإبداع جاوز 50 عاما، قدم خلالها هذا الفنان معارض عديدة ومتنوعة. نشرتنا تمت مشاهدينا، إلى اللقاء بإذن الله.